أرواح الناس مو لعبة، يعني دول بناية الحمد لله لحقناهم. ما حدا تجاوب معنا لا البلدية ولا المحافظة ولا الصرف الصحي ولا حدا بالدنيا. نحن نجمع أهل الحارة على حسابنا الخاص ونفتح المجاري كله. حتى في مشكلة هون في بنايتين بالحارة جوا نزلوا سقطوا من الصرف الصحي، صرنا حاولين 100 مرة نجيب لهون عالم تعالج الموضوع، ما حدا كان لا البلدية ولا المحافظة يشتغلوا معنا. رفعوا المجاري السياقات عن نهر بردا، سووا بالعكس وسووا فرامة، بس الفرامة بتأدي لسبعة من بنايات 10 بنايات، الطريق العام كلياته عم ينزل على نفس الفرامة وما عم تلحق، عم تطف البيوت كلياتها، أول مطرة بتنزل البيوت كلياتها بتطفون. راجعت البلدية كله يقول لك هلأ ما في معالجة، لأنه بدها معالجة شاملة، إعادة تأهيل من أول وجديد. كل رئيس بلدية بيجي عنده علم، بدون استثناء أي رئيس بلدية إجى على منطقة دمار الكل ما علم موضوع الصرف الصحي. هلأ فوتك أنا لجوا على الحارات في بنايات هون هبطت من وراء الصرف الصحي تحت بنايات ماشي. في عنا مشكلة الهواتف، انه الكابلات الهواتف كلياتها غرقانة ضمن الصرف الصحي ضمن السياقات، يعني الخطوط كلياتها تقريبا تعبانة. بتروح على المقسم الهاتف بتقول له حارة لواش بيقول لك ما بنحسن فيكم بشي لانه خطوطكم تعبانة، الزفت عم يخفس بكذا قرنة. عتبنا على ادارة الصرف الصحي لان هنا بيدهم المناقصات بيدهم كذا، عرفت علي؟ انه يحلوا لنا هالمشكلة حل جذري، لانه يعني لا تاخذني بالكلمة ارواح الناس مو لعبة، يعني دول بنايتين الحمد لله لحقناهم وبتكلفة باهظة، انه حسنة العالم لمت من بعضها ودعمت البنايتين هدول.